عندما كنت أطلبها بالتليفون، لما كنت أجيب الموبايل وأضرب نمرتها العزيزة إلى قلبي، أول ما تقول ألو بصوتها الخفيض الرقيق الرشيق أنسى كل التفاصيل اللي أنا كان ممكن أكلمها فيها. أول ما تقول ألو أحس إن أنا دخلت في الفيلم العربي القديم الأبيض وأسود. أول ما تقول ألو أحس إن أنا في دعاء الكروان وإن أمنة هي اللي بترد عليا. أول ما تقول ألو أحس إن أنا مع السيدة ميم أو منى في إمبراطورية ميم. على طول كده بشكل تلقائي أحس إن أنا اتخذت في بساط الريح في جوه فيلم قديم كلاسيكي اتربيت عليه وحبيته. كان هذا هو صوت السيدة فاتن حمام. في كتير من الأحيان كنت بكلمها لما أعرف إن عندها وعكة صحية، أسلم عليها أطل عليها، لما يبقى في حدث مهم زي تكريمها في عيد الفن، زي حضورها أو حصولها على دكتوراه فخرية. إنما أحيانا كنت بكلمها بس عشان أسمع ألو دي، حالة أعتقد إنه أي حد كان بيتواصل مع السيدة فاتن حمامة سيدة الشاشة العربية كانت بتحصل له. أحس كده إن أنا متلخبطة ومش عارفة أسترسل في الكلام لأني عايزة أسمعها. بحس إن أنا اتخذت لزمن فات، لصورة فضية للشاشة، شاشة السينما. فاتن حمامة عشق الناس ليها عشق مختلف، مش بس لأن لها لقب لم تحصل عليه غيرها من النجمات أنها سيدة الشاشة العربية، ومش بس لأن هي حققت نجومية كبيرة جدا خلت أفلامها بتتربع على شباك التذاكر، لا، فاتن حمامة كانت حالة خاصة. حالة خاصة بمعنى إن هي شريك أصيل في صناعة السينما في مصر. يعني لو بحسبة صغيرة كده بالورقة والقلم ممكن بمنتهى الأريحية والبساطة تقول إنه فاتن حمامة لها عشر ثروة السينما المصرية، إنه فاتن حمامة حملت هذه الصناعة والفن وطافت به في الإقليم شرقا وغربا. تقدر تقول إنه فاتن حمامة بسحر وقدرة غريبة اتواصلت مع أجيال كتيرة جدا من زمان من أجيال الأربعينات وما قبلها لحد الألفينات وما بعدها. كل جيل عملت معاه علاقة خاصة. الجيل اللي طلعت وهي طفلة كان دايما بيعتبرها أخت ومثل أعلى. الجيل اللي جت وهي شابة كانت فتاة أحلامه كله بلا استثناء. لما تقدمت في العمر وابتدت تعمل أعمال رصينة أصبحت السيدة النموذج. لما استمرت رحلة ومشوارها الفني أكتر من كده أصبحت الأيقونة. الحقيقة أنه فاتن حمامة مش مجرد نجمة سينمائية عادية، وفي عندنا والحمد لله نجوم كتير، إنما هي مواصفاتها أكتر بكتير من أنت تقول إنها نجمة. لا، هي دعامة من دعامات السينما في البلد دي، هي وجه صبوح اتربى عليه وشاهده وتفاعل معاه ملايين الناس. ملايين الناس أجيال تعقب بعضها. فاتن حمامة صورها وأعمالها شريط لا ينتهي، لأنه مفيش أي ممثلة بهذه الدرجة من النجومية قدمت هذا الكم من الأعمال. إلى روح فاتن حمامة بنقدم جزء صغير من الامتنان والتقدير لإسمها ولمكانتها في مصر. ضمير الوجود، ومن خلال دقاتها سمعت صوتا يردد: الموت حق، لست أخشى الردى، وإنما أخشى فوات الأوان.
أحياني أنا من غرام. غرامي؟ تكونش ناوي تضحك على عقلي بكلمتين؟ ليه بس؟ قومي نحلمي. إن شاء الله تتهاني. أنا صحيح غشيمة لكن فاهمة إن الحلوين كتير. اشتريتني من مزاد وبعدين اتركنت على الرفض زيكم. إيه الأفكار السخيفة دي؟ ما هي دي الحقيقة. إذا كنت بنام وقت ما تصحى وبصحى وقت ما بتنام. مش عارفة أتلم عليك ولا أكلمك كلمة واحدة. بحس إني غريبة في بيتك وأنت مش سائل فيا. فراغ كبير في القلب ودهون في العاطفة وليل في الضمير جعلني أتساءل من أنا. أحب أعتذر لك عن اللي حصل مني امبارح. بعد ما فرضت علي حقك كزوج، بعد ما تأكدت إنك أول واحد. تشتغلي هنا؟ الله ولا رجلي تتزعلع في الطينة. الله ولا يقعوا بيت عن ودن عينب. حكاية كلها اني كنت عايزة افكر بتركيز. الليلة من الاوقات اللي الزمن بيحصرك فيها عشان تاخد قرار. قرار سريع ما فيه جمهور. تجليل ولا حل. وها هي الطبيعة تضرب موعدا جديدا للأحياء مع الحياة، وتضرب لي أنا موعدا مع الموت. ورحلت الفاتنة فاتن. فاتن حمامة كان لها ثلاث صفات حملتها معاها طول مشوارها الفني والإنساني: الرشاقة والرقة والكبرياء. ورحلت بنفس الثلاث صفات: الرشاقة والرقة والكبرياء. كان رحيلها ناعم كما كانت حياتها الفنية والإنسانية. هنكون في حلقة النهاردة مع محطة مهمة لسيدة الشاشة العربية، هتتكلم فيها واحدة من أكبر كاتبات مصر، وكمان اتنين من الممثلين اللي بدأوا حياتهم مع سيدة الشاشة في سنوات مراهقتهم. ومننا بنتكلم على الفن والعطاء والإبداع والحالات الخاصة، النهاردة معانا فنان بحق حالة خاصة، حالة خاصة في أدائه وفي أفلامه وفي قراراته. البعض بيعتبره حاسم زيادة عن اللزوم لدرجة الاستغراب أو لدرجة الصدام، إنما هو في حالة اتساق كامل مع نفسه، سواء كان في الأدوار اللي بيختارها أو في الظهور اللي بيظهره على الشاشة أو اختيارات أصدقائه أو حتى مسار حياته. الحقيقة إنه نجمنا النهاردة هو قليل الظهور على الشاشة، ولما بيتكلم بيتكلم بصراحة مطلقة، ولما بيحب بيحب بقوة مفرطة، ولما بيشتغل فيلم لازم يشتغله بمزاج بدرجة 100%. أوضته فار عمل سينمائي نجمه، واحد من أهم أسماء صناعة السينما في مصر. خليكم معانا النهاردة في حلقة استثنائية. سافرت بعيد لكن السحر يفضل ساكن، وتحرك الوجدان مهما يكون ساكن اللي اسمها فاتن. انا مش عايز اقول الراحله، هو اللي زيها يرحل. ما فيش حد كبير على الموت. وكان البكاء في السينما للركب. انا نازله لك يا فاتن. النجم الكبير ممدوح حميده. قعدوا يبصوا لبعضهم كده وانا في هذه الصعوبه احس ان انا لو ما فرغتش ده في شخصيه ممكن انفجر. كرسي في الكلوب، كرسي كرسي في الكلوب. واحد خانقني في اللوكيشن يا جماعه. ده انت معبي على الاخر بقى، ده انت مش طايق نفسك. مش طايق نفسك. يعني انتوا عاملين لنا كمين جايبني نام كده اقف عندك، مفيش هينفع فيها اعتذار دي. وفي الحياه يا تبقى قط يا تبقى فار. كنت بتسرق عربيه ابوك وانا معاك وانت عندك 12 سنه وعملت 3000 جنيه.